بالتالي مثل ما تشوفون هاي الحاله خلينا نتعرف عليها. شلونك حبيبي؟ عليكم السلام ورحمه الله. نزار جواد كاظم. نزار جواد كاظم، انت بهاي الحاله رايح زاير لو تخدم؟ لا خادم. خادم ان شاء الله. الله يوفقك بجاه حسين. صار لي اكثر من سقوط صدام. من سقوط صدام. نظام البائد ذاك احنا خدام. هذا الوضع ما يمنعك؟ لا لا ما يمنعني. لا يمنع. لا حاشا لله لا يمنعني. تجي وتخدم؟ نجي ونخدم ونروح مشي ان شاء الله. نروح مشي؟ ان شاء الله. باذن الله. هاي كل سنه؟ كل سنه. متعلمين. اي متعلمين على هذا الوضع. ايوه جاي رب الجيل هذا الجديد كله على هذا المرسى خط الامام الحسين. ما دا يشوفونك هيك بعد ان شاء الله. الله ان شاء الله هيك وهذا العزم وموجود ومتواصل الخدمه. قدوة لعمرك يا عزيزي. رب سؤال تفضل. زين انت بهذا الوضع اي وضع نعم. وضعك يعني حرج جاي تجي تقدم خدمه، شنو دافعك على هذا الموضوع؟ دفع هو من اسلافنا من اسلافنا عقيدتنا اي عقيدتنا اللي دفعتنا انه الخدمه من خدمه الخدمه احنا خب ما نبطلها فخذ الله ان شاء الله يجعلنا من الخدام. والكرم هو مو اهل الكرم مو احنا هم اهل الكرم تجاره اهل البيت اي اكيد اكيد احنا ان شاء الله نربح والله احنا نتمنى شيعة امير المؤمنين وكافه الاسلام انه يعب عليهم بالخير والسلامه والصحه والامن والامان. ما نحتاج غير بس هذا الدعاء لهم. اي والله على الكل يعني. طول عمرك الله يرضى عليك. تعال مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا هاي الحاله اذا العراقيين هم منبع الكرم منبع الشجاعه مستعدين انه باي ظرف باي وضع يخدمون ويواصلون خدمتهم لزوار ابي عبد الله الحسين. وانا قلتها يوم امس واليوم راح احكيها انه كل التحديات اللي يمر بها البلد، كل التحديات اللي ممكن يمر بها الشخص، حتى سواء كانت عنده على مستوى الشخصي مشاكل او على مستوى العمل، لكن هذا ما يمنعهم من عزمهم ومن تقديم خدمتهم لزائري ابي عبد الله الحسين.